السؤال الثالث أضع وأنجز. أضع يعني أضع العملية عموديا، هنا العملية أفقية، هذه عملية ضرب، اون اوبيراسيون دو ملتيبليكاسيون، أبحث عن الجداء لو برودوي. إذا أضع العملية وأنجزها. 23.68 مضروبة في 4.7. هنا الاحتفال، أبدأ بسبعة من اليمين، 7 × 8 = 56، أكتب 6 أحتفظ بـ5، 7 × 6 = 42 + 5 = 47، أكتب 7 أحتفظ بـ4، 7 × 3 = 21 + 4 = 25، أكتب 5 أحتفظ بـ2، 7 × 2 = 14 + الاحتفاظ = 16، أكتب 16 بالكامل لأنني أنهيت السطر الأول. أمر إلى السطر الثاني، أضرب في 4 وأضع نقطة تحت الوحدات، 4 × 8 = 32، أكتب 2 أحتفظ بـ3، 4 × 6 = 24 + 3 = 27، أكتب 7 أحتفظ بـ2، 4 × 3 = 12 + الاحتفاظ = 2 = 14، أكتب 4 أحتفظ بـ1، 4 × 2 = 8 + الاحتفاظ = 9. انظروا احترام وضع الأرقام، ثم بعد ذلك نجمع. (6 + 0 = 6) 7 + 2 = 9 5 + 7 = 12، أكتب 2 أحتفظ بـ1، 6 + 14 = الاحتفاظ = 11، أكتب 1 أحتفظ بـ1، 9 + 11 = الاحتفاظ = 11، ولا أنسى وضع الفاصلة. لدي هنا رقمان وراء الفاصلة، ولدي الفاصلة، لدينا رقمان وراء الفاصلة، هنا لدينا رقم واحد وراء الفاصلة، فالمجموع 3 أرقام وراء الفاصلة، 1، 2، 3، فالجداء المحصل عليه 111.296.